إذا كان الصالفو العربي الساحلي مؤطر رياضي لأتلتيك مشلاوة على هامش الحضور ديالو ديال الدوري الربيعي بدوار الريحيين اللي هو في أصل الأصول ديالو من العائلة ديالو من هنا، ولكن هو من مواليد مدينة طنجة اللي العطف ديالو على هاد الأبناء ديال الدوار جاي حضر عيقولنا شني طبيعة ديالو على الحضور ديالو والمشاركة ديالو في هاد الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا على هذا الموقع ديال الالكترونيك ديال انفو العرائش الشخص الكريم، هنا كنشكروا بزاف. بالنسبه للوجود ديالي هنا اليوم والحضور ديالي في هذا الحضور ديالي في هذا الدوري هذا، الحب ديالي لهذا الابناء ديال المتشرحين، يعني هو المسقط ديال الراس ديال الاجداد ديالي هنايا والام ديالي. وكنشكروا هاد الجمعية ديال تنمية العالم القروي ديال المتشرحين في شخصية الأخ محمد ياسين الربيعي والأعضاء ديالو، كل واحد الأسماء بالاسم ديالو. هاد الناس هادو اللي كينميو هاد الرياضة وكيحيو هاد الروح ديال الرياضة في هاد الشباب هادو، باش ميمشيوش للإنحراف، باش مينحرفوش، باش يوجدوا مواهب، ولكن ما كيوجدوش الدعم، واحد الدعم اللي غادي يعاونهم على هذه المسيره. تاريخ كرة القدم المغربية دائما كانت هذه الدوريات كانت هي المشل ديال اللاعبين، من هنا كيخرجوا اللاعبين واللاعبين الكبار يخرجوا من هذه الدوريات، يعني ملي تراجعوا الاهتمام بهذه الدوريات وعطاهم واحد الأهمية تراجع حتى المستوى ديال الكرة، يعني بالنسبه لي هذا هو اللي بغيت تقولي، الارض الخصبه اللي خص يخدموا عليها المؤطرين. دابا انتم بالنسبه لكم يعني هاد الدوريات هادو شنو يمكن تضيف بالنسبه للاعب؟ الدوريات هادو منو كيتجلبوا الفرق كبار، كتجلب اللاعبين من هاد الدوريات هادو. بحال اللي كنعرفوا حنايا قبل في مدينه العرايش او في مدينه طنجه او في مدينه تطوان كانوا الملاعب الاحياء كينظموا دوريات، منو كيخسروا لاعبين هما اللي كيوصلوا كيعطيو واحد النتيجه للفرق كبار. ديك هاد الملاعب الاحياء. نعم، حتى الذاكره ديالك سبق لك حضرتي بزاف ديال الدوريات هنا تنظموا هنايا. نعم. ومنها تخرجوا مجموعه ديال اللاعبين، واش كتعقل على شي اسماء بعض اللاعبين اللي منهم لعبوا حتى في منتخب فوتسال كما قلتي؟ مثلا لعبنا دوري حنايا هنا، جبت فريق من مدينه طنجه ولعب هنا واحد الدوري سنة 1996 منهم اللاعب سيمو اللاعب السابق ديال اتحاد طنجة وسبق له لعب محترف ولعب في المنتخب الوطني المغربي، كاين اللاعب منير العروسي لاعب اتحاد طنجة سابقا وسبق له احترف في البطولة البرتغالية ولعب مع المنتخب المغربي، كاين عبد الإله بن نعيم لاعب سابق المنتخب المغربي في الفوتسال ولاعب أجاكس طنجة ولاعب كاديس الإسباني بطولة احترافية ديال القسم الوطني الأول في إسبانيا في الفوتسال عبد الإله بن نعيم. وسبق هذا اللاعب هذا خدا في البطولة اللي تلعبت في مصر، كنتذكرش بالضبط التصاريح، ولكن ادى احسن لاعب في افريقيا. نعم، بالنسبه لكم انتم يمكن تدمجوا بعض اللعابه الى اظهروا بعض اللعابه داخل الفرقه ديالكم ديال التشكيل مشلاوه. حنا كنشوفوا هنايا الاقرب لهذا الدوري هذا هي وفاق الساحل. نعم. انا من هذا اناشد الرئيس بلال الملاحي ضروري خصو يجي لهذا الدوري يحضر الدوري هذا وخسر اللاعبين، راه هنا موهبه ولاعبين في المستوى اللي غيقدروا يعطيو لجماعه الساحل واحد الاضافه كبيره بزاف. من هذا المنبر هذا اناشد السيد بلال الملاحي رئيس فريق وفاق الساحل ضروري خصو يجي يحضر الدوري هذا ويخسر بعض اللاعبين، راه هنا مواهب كثيره واللي عطي اضافه كبيره. في مدينة طنجة كتحضروا بعض الدوريات هكا اللي كتنظموا في الأحياء؟ كنحضروا منهم كنديو لاعبين،
منو كنديو حنا ضروري حنا لان ملاعبي باش غتجيبو ما يمكنش تكونو تكون ملاعبي عندنا المدرسه ديالنا ولكن ما نقدروش نديو 50% ولا كنضطروا نمشيو نحضروا بعض الدوريات في بطولة الأحياء باش نجيبوا ملاعبيه.